السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نبدأ نعلم الهواة إزاي يعمل أطواق كابوريا عشان الأيام الجاية بإذن الله تبقى إيه كتيرة وموجودة. هي موجودة بس ضعيف يعني صغيرة. ده طوق بيتعمل عند الحداد أو بتجيب طارة عجلة. طبعا هي غالية بقت غالية يعني. فالمهم بتروح عند الحداد ده أرخص بيعمله لك ويظبط لك الدنيا ويقول لك على إيه؟ على شكل دايرة. الحاجة بقى اللي مطلوبة منك عشان تعمل طوق كابوريا بعد ما خلصت ورحت عند الحداد وعمل لك الطوق ده، بتروح عند الراجل اللي هو بتاع غزل بيع غزل القديم، تجيب حته غزل قديمه زي دي، هي فيها قطاعات بس ايه بتستنضف يعني اللي فيها، وبتجيب ابره. الراجل اللي بيبيع غزل القديم بيبقى عنده ايه زي ابر، الابر دي احسن واسهل يعني، بيتوفر لك في الوقت يعني، ممكن تعمل 3 4 اطواق في وقت قصير. ومثلا وتجيب كمان ايه اللي هو سيخ نحاس بتجيبه عشان ايه لما نيجي وقته هقول لك ده لازمته ايه. تمام، هنظبط مع بعض. خلاص جبت انت الطوق وظبطت الدنيا وجبت الغزل، نبدا بقى عايزين نلف الغزل ده حوالين الطوق، تفرد حته الغزل بتاعتك ومثلا وتيجي تبدا مثلا من الطرف، تبدا من الطرف، طرف هنا طرف تجيب الابره تبدا تقوم لمم الغزل على الطوق، تقوم رابط كده تقوم رابط مع بعض. فايدة الإبرة ديت اللي هي مثلا هي أصلا الإبرة دي بتاعت غزل يعني، لما تروح للراجل تقول له عايز إبرة غزل توفر لك في الوقت على طول كده، بتقوم شاتت كده على طول تقوم مظبط كده تلم أهم حاجة تلم الغزل على الطوق. طبعا أنا هبقفل وأكمل عشان الوقت يعني بتاع الفيديو، او ممكن اسيبه يعني وربنا يسهل كده ونشوف مع بعض. انت عامل بتلم غزل، بتلم الغزل على الطوق حوالين الطوق يعني انت عامله، فايدة الابرة بتبقى سهلة على طول، تتباع مثلا بتلاتة اربعة جنيه يعني مش كتير يعني. هات الغزلة برضو بتعمل لها بتلاتة اربعة جنيه يعني، حاجة قليلة يعني. انت كده بتلم الغزلة كده ورا بعض. طبعا نستعجل عشان الوقت، وفي نفس الوقت ما ناخدش وقت يعني كتير عشان تعرف تتفرج على الفيديو وتستفاد منه. تبدا اهم حاجه تبقى ماشي حوالين الطوق لغايه لما تجيب اخر الجنب التاني. الابره بتسهل لك، الابره ديت جميله يعني بتوفر يعني في الوقت. طبعا انت شغال طبعا بعمله بسرعه عشان سهل عليكم ان شاء الله. الايام الجايه دي هتبقى كتيره في نص تمن، هي موجوده بس ضعيفه، بس في نص تمن باذن الله هتبقى كبيره وعافيه. احنا قربنا نخلص تمام خلصت كده جيت بقى انت في الحته الاخرانيه دي هتبطئها، بلاقي بعمل زي كيس كيس طقه تيجي هنا بقى في الحته اللي هي الحته اللي انت في الاخر خالص اللي هي بتنقل اللي هي تجمع الغزلتين فوق بعض، تبدا الابره برضه تقوم اخد كده معاها، تقوم لامم برضه الغزل كده مع بعض، بتلم كده بتلم اهو ورا بعض وبتظبط. هنا بقى لما جيت انت كده خلصت الطوق بتاعك وظبطت الدنيا وغزل ركبتها على الطوق، وعملت هنا زي كيس عشان لما الكوبري تيجي تخش تقوم داخل جوه الكيس ما تطلعش تجري يعني. هي ساعات بتجري مثلا تبقى على الطرف بتاع يعني كده تقوم جري، انما لما يكون معمول زي كيس تبقى ضامنها اللي هي جوه الطوق. بتيجي هنا بتقوم عامل السلكه اللي هي النحاس السلكه النحاس بتقوم مربوطه في الطوق، وتيجي هنا تقوم مدكك اللي هو الشبار بدكها جوه السلكه، شبار شخرم اي حاجه هتاكلها، وتقوم حاططها تقوم رابط في نص الطوق. هنا بقى في سمك ده السمك بديك مثال يعني، السلكه دي بتدخل فيها السمك اي شبار، شبار اي شبار معفن في السوق بيتجاب والكابوريا بتخش تاكله. تمام انت خلصت كده الكلام دوت، بتقوم عامل جه هنا تقوم رابط بقى الحبل بتاعك، تقوم عامل
هنا زي ميزان للطوق عشان لما يجي يطلع ايه يطلع مظبوط، وتبقى ضامن ان الكابوري ايه جوه الطوق. وربنا يرزق الجميع ان شاء الله، وربنا يسهلها علينا ان شاء الله. الشهر دوت هيبقى في كابوريا كتير باذن الله، وهتبقى كتير ومبطرخه. ربنا يرزق الجميع ان شاء الله. احلى شباب. السلام عليكم.